أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. وبعدين مع هالقصة هاي كل شوي بدنا نقوم نطلع الحمام، ولك الساعة 6 الصبح للساعة طول شربان شي حبعب، خليني كل 5 دقايق ادخل على الحمام. بسيطة، طلع من الحمام. 2 hours later. الحمد لله على السلامة، طلعت من الحمام. اتفضل لعندي، اتفضل. مفكر تدخل حمام تطلع استاذ، اتفضل. شو هاد؟ امي؟ انت فايقة؟ ايش فايقة عم تعني بهالوقت؟ لا تصرخي بعد اذنك مني. اي لا خير، تقبرني خير، لا تخاف. بعدين دخلي بالبطانية على الحمام بسرعة، بتروح تحطها على التخت بترجع لعندي لهون مشان تنزل قدامي لتحت. مشان شو يا حزراك؟ مشان تجيب لنا خبز من الفرن قبل ما يخلص بسرعه. والله كنت شايف بموضوع، اقسم بالله شكيت بالموضوع. وين انزل ما انزل امي بهالبرد؟ مستحيل مستحيل. لو بس شايفتيني على الحمام دخلت البطانيه، مستحيل انزل بهالسقيعه هاد. عم بتفتح من البيت، مستحيل مستحيل. هي لانه ما عم تتحرك عم تحس انت الجو بارد، بالعكس الجو كثير دافي. هلا لما بتنزل لتحت وبتتحرك رح تلاقي الجو صار كثير شوب. حتى اجيب الخبز روح اعمل لك فته بالحاره مشان تدفع السوا. يلا امي، مستحيل مستحيل. حتى تفكير لا تفكر بالموضوع طاول، يعني مستحيل ما خرج. طيب عندي اقتراح عليك، ايش رايك هلا بدخل انا بنام، نستنى الجو ما يمشي حاله، اذا مشي حاله وطلعت الشمس بنزل بجيب. ايوه بدنا نبلش نتمسخر بقى هلا. من الاخير بدك تنزل لشو؟ قلك يا الله يا الله يا الله. من الاخير ما رح انزل، بدي ادخل انام. بدك غير شيء؟ كنت متوقع هذا الجواب، مشان هيك حضرت لك شيء رح يعجبك كثير. تفضل لعندي. عمهلك امي، عمهلك عمهلك. طيب هادي مصاري انزل اجيب ببلاش يعني؟ مسوك مضرب على الاربع، هاي مصاري. شكرا، غلبتي حالك امي، شكرا. طيب ممكن عندك شغله بس؟ طبعا ولو بتقدر بتقدر. بسيطه، انا عم بسكر البوتشي، والله ما هي جايب غير 5 ليرات، بسيطه. جيب مثل العالم وخلق احسن لك. انا كنت حابب اتاكد بس، وهلا اتاكد. شكرا لك، غلبتي حالك، شكرا. اوف، صباح الخير ام عبادة. صباح الخير. يو، ايش هالمنظر هاد؟ ايش عامل انت؟ يعني ايش عامل؟ ليفه في حالي بالحرام. طبعا انت ما لك حس بهالشيء طول، لانه بالمطبخ وحواليك كل شيء دافي، فرن غاز كل شيء دافي. بسرعة على الله، المهم ما بدك تفطرينا؟ 5 دقايق وبتطير الفطور جاهز، العين تطرقك. طيب الاولاد وينهم لك؟ اكيد لسا نايمين ما فاقوا. ليش فيقوا بالهيان؟ لك وينكم الاولاد؟ دايما كنتوا تضلوا نايمين. اوف اجري، يخرب بيتكم. لا عبادة، ان الشخص الذي طلبته غير متوفر حاليا، يوجد طلب في وقت اخر لانه هلا الجو برد بوز. وشكرا جزيلا. غير متوفر حاليا قلت لي؟ حلو، طيب ممكن نوصي عليه توصال؟ والله حرام عليكم، والله حرام عليكم. من شوي امي، والله انت ايش بدكم مني كرمال الله. قوم وحاجة عليك فاضي. يلا زي اغسلي السيارة، في عندي مشوار بدي اروحه بسرعة. نعم اكيد عم تمزح انت. لا اكيد عم تمزح. قولك انا من تحت الحرام عم بخاف اطلع لبرا، بدك اياني انزل تحت اغسل لك السياره مي وصابون وسقيع وبرد. مستحيل مستحيل مستحيل. لك بعدين هيك هيك هلا الجو برا سقيع، يعني السيارات كلياتها متوسخه، طلع الجو يمكن ينزل مطر، رح ترجع تتوسخ. انا برايي توفي اياها هيك احسن. بالله شو، مع احترامي لكل الموشح اعطيتني اياه هلا، بس انا ما راضي يعني طول، ماني موافق عليه. قوم بسرعه مثل التوت وبتنزل تغسل السياره وتطلع، ولا رح اعطيك خيارين. الاول بتنزل تغسل السياره مثل بني ادم، الثاني اذا ما نزلت بجيب السطل والمي اللي كنت تغسل فيه السياره وبغسلك فيه عتقتك. ايش رايك؟ طيب انا رايح اقترح عليك اقتراح ثالث. لا راح اختار لا اول واحد ولا الثاني، الثالث بنص على شو؟ انه هلا انا ارجع انا وتصبح على خير حجي. مثل ما بدك يا سيدي، وانت من اهله، وانت من اهله. انا بفرجيك، طول بالك. قولي ايش في؟
ايش في؟ لا 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 ما في شيء ما في شيء، ليش خايف؟ بدك تقوم تغسل السيارة بس، يلا لشو؟ طول بلح طول طول اخذ معي الحرام بس، ولك اخذ معي الحرام بس الحرام الحرام. اوه ماي جاد، منيح ما انتبه علي، ان شاء الله ما يفيقني ولي. قلة ادب ما شافت، بسرعة تغسل السيارة بترن علي بسرعة. وانتي ايش بتعملي عندك؟ قومي من عندك يا بنت يلا. نعم بابا، ليش عم تفيقني؟ اشتي ممكن اعرف هلا شتي ماله صيف، يعني مو ضروري كلمة فيه لازم تفيق العيلة كلها يا تمعك، اشتي مني يعني ازي اخسر لك سيارة مع عبادة مثلا؟ يخرب بيت زرقتش قدامك معلق، بسرعة قومي يلا تعملي كاسة شاي يلا. يعني بدك تقوموني وتاخذ كرمال اعمل لك كاسة شاي بابا؟ اعملها انت ولو؟ هي هي علينا، هيك بدنا نقضيها كسنة، كلمة بتخش تويها لازم ادخل بهيك حوار، بسرعة قومي اعملي كاسة شاي بدي اياها من تحت ايديك يلا. انا ما راح اعمل شيء وتصبح على خير. وانت كمان مت اخوك تصبح على خير؟ ماشي يا ستي وانت من اهله، خليكي نامي 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 نامي. شو هاد؟ ناس ما بتجي غير العين الحمراء. طولي بالك علي يا بنت الصرامي. اولك 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 ايش عمي هلا؟ انا قطع شعري اولك قطع شعري وانا عليكم الناس، ليش اخذت الحرام وين رحت فيه فهمني؟ اف ايش هالحركات بابا؟ اولاد صغار نحن؟ ليك هيك امتي عملنا كاسة شاي يلا بسرعة. هلا على اساس انا رايحة اعملها فورا، ما راح اعمل شي وخلصنا بقى. قولك مو قلك تعملي له، ما بتفهمي انتي ليش؟ او ماي جاد ما مش كافية، وانتي صباح الخير تقبريني كيفك يا عسل؟ خمس دقايق بتكون كاسة الشاي حاضرة. أبو عبادة اتصل على عبادة خليلي لحظة. يو مجودة انت هون؟ ليش طالما رحت على المدرسة؟ الجو برد كتير امي، الجو برد كتير وما بدي انزل اروح. ايه خلاص خليك تقبرني خليك لا تنزل، ما هيك هيك الجو مكركب برا ما تمرض. ولا انت ايش رأيك خدوش خانو؟ لا طلعي فيني امي، انت قلتي يا الله الجو مكركب يعني اي كلام ما بدي اروح. قومي يا بنت على البطيخ على المدرسة. ايش هالظلم امي؟ يعني انا انزل اروح وهذا الفصعون الصغير ما يروح؟ لك كذاب ما فيك عم بمثل. قولك هلا انت عم تعمل جيلك من جيله، قولك هذا صغير بمرض، انت قد للبقرة الضاحكة، انا ما رد يصيبك، قدامي على المدرسة بسرعة. هي هي علينا امي عندها كل شيء بالضرب. خلاص قايمة قايمة قايمة. هي هي علينا، وبعدين مع هالجو شي بالطاقة وصار مطر شي بالطاقة وصار ثلج، والله سقعنا والله بدنا شي يدفي هلا. وايش هالشي اللي راح يدفينا بقى؟ انا حليت لكم الموضوع. ايش بتقولوا طبخت لكم؟ اكيد هلا بكون عملت لنا طنجرة يا بارق ومحاشي هلا اكلوا منه. لا كمان فكروا على السوا. ايش لك يا امي حيرتينا خلصنا بقى شو لك؟ قولوا شغلوا مخكم على السوا. شغلة أنا بعملها بالشتا كتير. إيش هي؟ يعني إيش هو اللي بتعمليه بالشتا كتير أمي؟ قولي لحظة ليكون اللي ببالي. ها ها شايفين؟ هاي الوحيدة اللي مخها شغالة على طول، صح اللي ببالك، عملتلكم طنجرة شوربة العدس. والله هيك أنت عارفانة ما بتطبخي غيرها بالشتا. اصلا انا ما راح اكل منوب، ولا انا ما راح اكل، ولا انا ولا انا ولا انا كمان. هيك بقى وانت معنا بعبادة كمان بسيطة. اسمعوا لأقول لك، شربت العدس انا طبختها غيرها ما راح ابدها، ما في طبخ لحتى تخلص، وبتخلص اليوم بتخلص بعد سنة انتو حرين، ما في لحتى تخلص. ايه ما راح ناكل وخلصنا بقى. لحظة خطرت على بالي شغلي، ما راح ناكل عدس، رح اطعميكم شغلة كتير طيبة، بس لازم نستنى امي لحتى تنام. اخ يا ملعونة عرفت ايش بدك تعملي، واصلا هذا هو الحل الوحيد. اوف هذا ما في حدا طاوة، وينهم؟ ابو عبادة يو وين راحوا؟ يو والله غريبة وين اختفوا؟ لحظة هاي ريحت اندومي، عاملين اندومي اكيد ما في مجال ريحة اندومي هاي، وباب الغرفة مسكر اكيد الاولاد عاملين اندومي بيركي بغرفتهم، ما في غيرهم اصلا. انا بفرجيكم تاكلوا اندومي.
يخرب بيتكم، وانت كمان ابو عبادة شارك معهم بالجريمة هاي؟ بنت حلال، بنت حلال ام عبادة كنت انا هلا جاي اقول لك، تفضلي شوفي ولادك بقى، جايبين اندومي وعاملينها، لا واجوا فيقوني قال تعا عملنا لك اندومي تاكل وامي مالي على قطاوة، تعا تفضل بقى، هيك بقى عم تغدر فينا، على فكرة عمي هو اللي جابهم، ابوي نزل جاب كرتونة الاندومي كلياتها وعلى قهرته بتدفي بالشتا كثير. ايه وقلنا له قلنا له امي ما بتريد ما بصير، قلنا لكم مالي علاقة. صح هذا اللي صار بالحرف الواحد، حتى ليك كرتونة الاندومي جنبي. يخرب بيتكم من حالكم روحتوني شربة مي، اوعي اوعي تصدقي ولادك ام عبادة هدول كذابين كذابين. هيك بقى وانت صاير رئيس العصابة هون يعني بسيطة، انا بفرجيكم ام عبادة الحقني شوية جوا على الغرفة بدي اياك بموضوع مهم كتير، وانتو بسيطة لارجعكم حقني بسرعة. يا ربي دخيلك على ايش بدها مني هالضغط. يا ولاد شكل امكم بدها مني شي ضروري كتير، فانا رايح اشوفها هلا وارجع، وبس ارجع بعرف حسابي معكم يا كليب انت وياه. يا ربي انتو مالكن ملاحظين انه ابوكن طول جوا؟ ليقوم مات والله يمكن يموت. قولي سمعني صوت الضرب. خلص خلص ما بقى يا حرمي اذا بتفهم حكي. شبكن يا ولاد انتو ليش واقفين؟ كسرتلكن ياها تكسيرتك وهم طويل، ابوكن مسيطر على الوضع تمام، روحوا اعملوا اللي بدكن يا روحوا. اي لا واضح واضح انك مسيطر واضح. شكله هيك القط كتير. ولك شو بكن خايفين؟ خلاص عم بقولكن روحوا الموضوع تحت السيطرة لا تاكلوا هم. قولي قولي شكله رجعت، هربوا يا ولاد هربوا هربوا. اجا دوركم بقى هلا. فطرنا عندي لأشوف.